هذا عمل هاي بازي خانت ابو عبيده، هاي حي العريبه، هاي اصلاح الزراعي. هذا الجسر اليابان شهر يسوى الجسر من جوا المي، هاي من الصيف صار له سنه فساد واهمال، دحق على الاطفال يقبلون ولدهم المسؤولين. بس انا من خلال قناتكم الشريفه والنزيهه وتحياتي الكادر الموصليه لعن يوصل سؤالنا ويوصل مشاكلنا. اناشد نجمه جبوري، اناشد نجمه جبوري، سياراتنا تفلشت جهنم بلو حاله، هو جسر هي صبها القداته، انا لامي اقدر اصبها، عيب. خلي خلون عندهم ضمير شويه، صار لها سنه من الصيف يا اخي، هي القداته فساد واهمال. بوق موصل برقبتك يا نجمه جبوري، ابو برزان ابو القيره، لا بلديه تشتغل بصوره صحيحه. من خلال قناتكم من هذا الموضوع اناشد نجمه جبوري الهرمات الاولى والثانيه والخامسه، الروح على القاطع مال الربيع يقول اليات ما عندي، اسولف ويا الاستاذ البسد يقول يطلع برا على بالك جاي اشحذهم، بس تموز يوميه ينظفونها. هرمات الخامسه تعال شوف الحاويات والوسخ، ودحق على هاي التيكل وهاي الجهال. نعم هذا الشارع تقريبا دولي، هذا يربط بين ربيعه وموصل، بين سوريا بين تركيا، شارع دولي سايدين. ادري انت حافر للدنيا كلها عليه، صار لك سنه، هي قطعه القداته دصوبه وخلصنا. سيارة العالم تفلشت، عنده مريض ما يصل بصورة صحيحة، المايد حق الجهال، يقبلون المسؤولين هيك ولدهم، بس إدارة ماكو. وتحياتي الكادر الموصلية وناشد نجمة جبوري على إنقاذ البلهرمات الأولى والثانية والخامسة، وشكرا جزيلا لكم. والله هذه منطقة إصلاح. هم عاناتكم شنو أنتم سيارات؟ والله معاناتنا دحا الدروب هذه، والله تكسرنا احنا وسياراتنا. النفير ما يقبل يصعد معانا من وراء الدروب هذا. هذا نفق إصلاح. ما يصير يعني كم الجهد، والله والله اهمال، هاي كل اهمال يحطون بجيوبهم وما يضحكون على المقابلهم.